صباح الخير نشامة ونشميات وطننا الغالي. على خطى جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك القلوب وسعيه المستمر الدؤوب نحو أردن الأخضر، انطلقت مبادرة توعوية البيئية أردن النخوة لتشمل كافة محافظات المملكة، وجينا اليوم لنشارك في هذه الحملة. علشان تعرفوا تفاصيل أكثر تابعونا في التقرير التالي. تحتفل محافظة جرش أو تقوم بهذا الأسبوع الثامن بحملات نظافة في كافة أرجاء المحافظة تحت شعار أردن النخوة وبيئتنا مسؤوليتنا. والحمد لله قمنا بعدد كبير من اختيار عدد كبير من مواقع في المحافظة، وهذا الشيء أعتقد أنه بنمي عند المواطن حس المسؤولية والغيرة على بلده وعلى نظافتها. تم مشاركتنا في الأسبوع الثامن في محافظة جرش، وتم التوزيع من خلال وزارة الزراعة نشرات إرشادية حول الحرائق، حول تأثير الحرائق على البيئة من خلال تنظيف الغابات خوف من انتشار الحرائق وتخفيف من الأعشاب في غابات محافظة جرش ومحافظات المجاورة إلى محافظة جرش. نحن نحتفي مع زملائنا وإخواننا في وزارة البيئة وفي محافظة جرش برعاية عطوفة المحافظ كمديرية شباب جرش من خلال مشاركة مراكز الشباب ومراكز الشابات في محافظة جرش في هذا البرنامج الأسبوعي، والذي نعمل من أجل تطوير وتثقيف وتوعية شبابنا الأردني من أجل المحافظة على بيئتنا ومن أجل المحافظة على وطننا ومن أجل تعزيز مبادئ ومعاني الانتماء والولاء لهذا الوطن من خلال تعزيز المعرفة والالتصاق بالأرض. قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية مع الديوان الملكي بإطلاق حملة نظافة في كل محافظات المملكة. الهدف من هذا الموضوع أنه إحنا نبرز دور المؤسسات والدوائر الرسمية في الحفاظ على البيئة الأردنية، وهي بيئتنا بيتنا وإحنا بنحافظ على بيتنا. هذه رسالة عبر قناة تلفزيون الأردني للمتنزهين وأبناء الأردن الغالي للمحافظة على المواقع السياحية والغابات الطبيعية والمحميات. والله أردن النخوة هذا الأسبوع الثامن اللي بيتنفذ على أرض الواقع بالمناطق السياحية والمناطق اللي بيرتادها الزوار واللي بحاجة لحماية أكثر من الحرائق وإزالة الأعشاب. جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية كلها شاركت في هذه الحملة وكانت من أجمل ما يكون، وإن شاء الله رايحين نتابع هذه الحملة بالأسابيع القادمة حتى يكون أردننا كله أجمل وأنظف وأحلى وأجمل وجاهز لاستقبال المتنزهين في كل وقت.